ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سمير رؤوف محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهر برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، كل حضراتكم طيبين يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ سمير. يعني بورصة أبو ظبي ارتفعت بشكل طفيف في أول جلسة تداول بعد أجازة عيد الأضحى، ما تحليل حضرتك للأداء؟ يمكن ارتفعت حوالي 11 نقطة، حجم التداول مليار 150 مليون تقريبا، يعني مش بنتكلم في ارتفاعات قوية، لكن هو ارتفاع مستقر. عملية تكوين برضو يعني أداء عربي في منطقة ال 9500 نقطة. احنا عندنا لسه متوقعين في عملية ارتفاعات الفترة اللي جاية في الأسواق الخليجية عامة والأسواق الآسيوية بشكل عام، لأن الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكي حصل فيهم مشاكل كبيرة جدا بسبب موضوع ارتفاع عملية الدولار والمشاكل اللي حصلت في أوروبا بسبب فرنسا. ده هيحول جزء كبير جدا من السيولة في الأسواق العربية بشكل عام والأسواق الخليجية، وبالتالي هنشوف عملية استقرار للمؤشرات العربية بشكل كبير. والسوق الاماراتي بشكل يعني مباشر هو يمكن السوق السعودي والسوق القطري، ويمكن قلنا السوق المصري قبل كده. الاسباب عالميا بترجع ل يمكن تصريحات برضو عمليات الخفض للمؤشرات النفط او البترول في التصريح الروسي السعودي اللي حصل النهارده بمليون برميل للسعوديه والروسي ل 500,000 برميل. ده هيدعم السعر بتاع النفط، هيبتدي يرتفع مره ثانيه ويبتدي يدخل الفوائد الماليه في البورصات بشكل كبير، ويمكن ابرزها البورصه ابو ظبي. عندنا كمان التحرك للذهب واستقرار المعادن، ده بيخلي برضه يتجهوا الى الاسهم، ده بالنسبه للتحليل الكلي. والربط اللي حصل ببورصه الاتاتانا برضو ابتدى النهارده في خفض للليره التركيه، وابتدى البنوك التركيه تدعم الليره مره ثانيه، والتدخل يخلي الربط اللي احنا قلنا عليه كان من حوالي فتره الشهرين اللي فاتوا، بورصه الاتاتانا كانت عامله بروتوكول مع بورصه ابو ظبي، ابتدت المستثمر يحول واجهه الاستثمار بتاعته لبورصه ابو ظبي كآليه تحوط الفتره اللي جايه، وده هيبتدي يظهر مع الدعم الزياده اللي حصل في البورصه. طبعا الاسباب الداخليه في دعم لقطاع التكنولوجيا بشكل كبير في البورصه، وابتدى كمان قطاع الطاقه، ابتدى النهارده كمان الشيخ محمد بن راشد اعلن عن حجم 150 مليون 200 مليون درهم خلال 7 سنوات القادمين لقطاع الطاقه، وطبعا الرخص القياديه، البعض الاشكال اللي هتغير شكل السوق الفتره اللي جايه بشكل كبير في الامارات بشكل عام وفي بورصه ابو ظبي. أستاذ سمير، ربما رأينا أداء سوق دبي اليوم ارتفع بنسبة كبيرة تجاوزت 2%، ما تحليل حضرتك أو تقييمك لأداء السوق؟ دبي احنا كنا بنحلله بقالنا فترة كان متوقف عند ال 3300 نقطة، النهارده بنشوفه 3800 نقطة وأعلى، يمكن أعلى مستويات من 3800 نقطة. حجم السيولة كان من 250 ل 300 مليون، النهارده بنتكلم عن تداولات فوق ال 800 مليار، عندنا قطاعين بيدعموا المؤشر بشكل كبير، القطاع العقاري وقطاع البنوك. القطاع العقاري طبعا هنا اتحاد واعمار والديار العقاريه طبعا دول واخدين اعلى ارتفاعات من 2015. ابتدى السوق ده يبقى مناسب لسوق ابو ظبي، عمليه كمان الطروحات اللي بيحاولوا ان هم يعملوها في الطروحات الاوليه اللي جايه زي تاكسي دبي. في برضو عندنا مؤشرات السيوله ابتدت ترتفع، هو كان عنده المناطق ابتدى يخترقها على المؤشر بشكل كبير، احنا قلنا ان هو رايح ل 4000 نقطه تقريبا، وقد يكون هناك اكثر من 4000 نقطه في حاله اختراقها. المؤشر طبعا الشركات العقاريه عندها يمكن ارقام كبيره جدا في الميزانيات بتاعتها هتبتدي توزع، والمستثمرين ابتدوا يستقطبوا الاسهم دي الفتره الحاليه لعمليات التوزيعات اللي جايه.
لان عندهم ارباح كبيره جدا في القطاع العقاري. هنا برضو عندنا طبعا عمار اعلنت عن مشروع تطوير الواحه، والسهم نفسه ابتدى يتحرك لمستوى السبع دراهم. الفتره اللي جايه هنشوفه يمكن عنده ارقام اكبر من كده، لكن على المستوى المؤشرات الفنيه احنا بنلاقي 7 درهم دي نقطه مقاومه الفتره اللي جايه. توقعات حضرتك لاداء اسواق المال الاماراتيه بعد انتهاء اجازه عيد الاضحى؟ طبعا هو بورصه ابو ظبي هيكون فيها طبعا يعني عمليه هدوء في المنطقه دي لحد ال 9600 نقطه، 9650 يبتدي يجمع عندها ويبتدي يتحرك على المستويات اعلى من كده اعتقد الربع يعني في نهايه الربع الثاني. انما دبي لا، هو ابتدى ياخد طريق وابتدى يتحرك بشكل كبير وابتدى يستقطب الاموال بشكل كبير، وهيبتدي يبقى ليه شكل تاني الفتره اللي جايه. يعني انا متوقع ال 4200 نقطه قبل الربع ده ما يخلص باذن الله لدبي اداء افضل، الحركه فيه اعلى، السوق لو ابتدى ينفذ الطروحات دي بشكل اكبر او اوسع من تاكسي دبي هيبتدي يبقى ليه شان احسن من كده، يعني هيبتدي يتحرك لان هو السوق كمان قليل فيه عدد الاسهم، ف يعني كان ابو ظبي طبعا مغطي عليه في طبعا حركه السيوله وحركه الاستثمارات اللي بتدخل، لكن اعتقد ان المستثمرين ابتدوا ينتبهوا للسوق دوت ان هيبقى فيه فرص استثماريه كبيره الفتره اللي جايه بتاع دبي. استاذ سمير، يعني راينا مؤشر دبي وتاسي كان الافضل اداء خلال النصف الاول من العام الجاري. ما تقييمك لاداء المؤشرين في تلك الفتره؟ ويمكن احنا يعني شرحنا دبي، اعتقد مؤشر تاسي احنا واخدين الست شهور اللي فاتت من 10000 نقطة ل 11500 نقطة ويمكن أعلى كمان، دعم ثلاث قطاعات طبعا، قطاع الطاقة أرامكو من 32 ريال ل 72 ريال، طبعا هو عامل زي البنك التجاري الدولي في مصر، لكن طبعا هم محجمين يعني حجمه في المؤشر بحيث ان هو ما ياخدش الحركه كلها في المؤشر، وده شيء جيد وده اللي كنا بنطالبه في التعديل بتاع بورصه مصر. القطاعين الثانيين قطاع الادويه وده الابرز وقطاع التامين. لكن لما تيجي تبص على شكل الاقتصاد بتاع الدولتين كالامارات والسعوديه هتبص تلاقي ان في تنافس شديد جدا في القطاع العقاري. المطور بتاع الجونه في مصر اعلن ان هو هيعمل منطقه شبيهه بالجونه في السعوديه، وابتدت الاقطاب يعني تروح على هذا القطاع بشكل مباشر كقطاع تصنيع اللي هو القطاعات المباشره، القطاعات اللي هي الغير مباشره في البورصه متسمع فيها قطاع التامين اكثر وقطاع الطاقه. المؤشرات للقطاعين العقاريين في الدولتين بيقول ان احنا هنشوف اسعار مختلفه الفتره اللي جايه، طبعا الاسعار بتتغير وفقا للمعايير الدولاريه، وارتفاع الدولار بهذا الشكل على مستوى العالم هيعمل ازمه في القطاعين، يعني لازم ننتبه للجزئيه دي، لكن هيحقق منه مكاسب على فتره المستوى القصير الفتره اللي جايه، يعني في اثناء عمليه البناء عمليه اعمار لما قالت على مشروع الواحه والمنطقه الموازيه للجونه في السعوديه، في المنطقتين دول هيبقوا مستقرين الاموال الفتره اللي جايه، لان يعني كمان الخلل اللي حاصل في الدول الاوروبيه هيخرج جزء كبير جدا من الاموال اللي هي كانت بتروح ل الارقام اللي كنا بنسمعها على القطاع العقاري في الدول الاوروبيه هيبتدي يدخل في القطاعات العقاريه اللي هتبقى منتظمه او بشكل يعني لو حبينا نقولها في مصر شبه العاصمه الاداريه او الحاجات المنظمه، وده هيدعم القطاع العقاري وقطاع التكنولوجيا لانه بيتكلموا عن الجيل ال 5G او الجيل الخامس كمان، وهيبتدي يخش معها بعض القطاعات الاخرى في عمليات النمو الفتره القادمه. نشكر الأستاذ سمير رؤوف محلل أسواق المال على مشاركته معنا.